أنا ابن الخطاوي وابن البلاوي وابن اللي عايز عيدان غيط وتطرح غناوي وابن الأمل والعرب أنا ابن ليل كل ليل بتخلق أنا الشاعر اللي في حكاية الأميرة السجينة وقالولي عاوز الدواء عليك بالمدينة وخرجنا من الاستوديو وخرجنا من القاهرة والحقيقة ان احنا ما بنخرجش كتير بس ما بنخرجش الا للشديد القوي والعزيز والغالي قوي قوي جينا للقامة الشعرية والإنسانية المصرية الأصيلة ومش هقعد أتكلم كتير وأقول مقدمات كتير يكفي أننا أقول لحضراتكم أن احنا في حضرة الخال عبد الرحمن الأبنودي صباح الفل يا خال والله يعني أنتوا نورتوا الدنيا النهاردة بطريقة يعني مختلفة وبعدين أنت ليكي مقام غالي عندنا في البيت ده عندي أنا ونهال وآية ونور يعني بنعتبر جزء مننا ربنا يعني خير. الألفة اللي بيننا وبينك أما يعني مجيئكم النهاردة فده يعني الأرض احتفلت بكم يعني أهلا وسهلا هي الأرض والضبعية والإسماعيلية كلها محتفلة طيبة بيك في هذا المنفى الجميل يعني منفى؟ أما هو أصلا طبعا أنا كنت واخد المكان ده من فترة طويلة قوي وبعدين جه في فترة قالوا لي الأطباء إني إذا ما قعدتش في مكان فيه أكسجين فأنت معرض إنك يعني تموت في أسبوع واحد بعد في القاهرة وأنا كنت يعني خدت المكان ده والمكان ده كان حاجة يعني بركة وكان حاجة مش كويسة وبوص وهيش ويعني وغربلتها وخليتها أرض برضه بس اشمعنى الأرض دي واشمعنى الضبعية واشمعنى الإسماعيلية هل في أي شبه ما بينها وما بين أبنود مثلا هو حضرتك اللي انت شايفاه يختلف عن المدن اختلاف شديد وحتى وانت جاية الناس فلاحين وفقراء وبيوت وناس بيئة طبيعية لعالم الفقراء اللي أنا طول عمري بعشقهم واللي أنا طالع من وسطه يعني أنا ابن يعني ناس فقيرة جدا أو قولي أنا تربيت في أسرة فقيرة جدا لأن أسرتنا كانت نصين الوالد بمناصبه الدينية بيبي باعتلاؤه كان مدرس لغة عربية كان مأذون شرعي كان إمام السجن له بردة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام له ألفية في النحو زي ألفية ابن مالك يعني يعني رجل عالم لكن وأمي ست أمية لا تعرف القراءة والكتابة أيامية ما كانوش اخترعوا القراءة والكتابة فاطمة جنديل فاطمة جنديل رحمة الله عليها ربنا يرحمها فأنا طلعت في هذا يعني من حسن حظي أنا طلعت في الفترة اللي فاطمة جنديل بتعاني فيها الوحدة والغربة والاعتماد على النفس هي أمها ست أبوها ست أبوها دي كانت يعني إذا كانت هي الجامعة ففاطمة جنديل الكلية يعني كل حاجة عندها حرام وحلال وغلط وبتاع تدور عليها في الدين ما تلاقيهاش يعني ما تلاقيش مية سخنة على الأرض أرض زي كده تراب تلاقيش مية سخنة على الأرض لحسن تحرق روس مثلا الناس اللي تحت ما هي شافت طبعا تماثيل بتطلع من الارض وتعرفت ان في ناس تحت الارض وفي وسط الطقوس دي كلها قررت انك تساعد فاطمه جنديل وست ابوها وتشتغل وانت طفل صغير ما انا يعني ما مش انا بالضروره هناك ما فيش حاجه اسمها طفوله طفوله مختلطه بالرجوله من اول لحظه العيال في سن 4-5 سنين بيطلعوا ورا الايه الغنمات يعني مثلا غنمات جدتي وغنمات مثلا يمن ابو العلا وماما بزاده عمتك الجيران الستات الكبار اللي ما لهمش اطفال يروحوا الغنمات انت بتاخدي نعجه فلانه وتاخدي سخله فلانه وجدي بتاع وتاخديهم مع بقيه البهائم وبعدين كلنا في وقت واحد تلاقي البيبان كلها اتفتحت ها وكل المعيز والبتاع بتنط في الشارع من العتب عالي هتبان البيوت عالية أنا كله بينط من كل باب كله بينط وكله ينساق عارف ينساق في الطابور بتاع أثرت فيك الفترة دي إزاي ده هي الفترة دي شوفي دي طبعا أنا يعني دايما أحب أقول إنه الرعي ده مهنة الأنبياء
لان كم الصفاء، ما فيش راعي يعني كويس، اللي انا طلعت شاعر. ما هو يا انبياء يا شعراء يا يعني كم التامل اللي بيتيح لك الراعي غير المزارع. المزارع بيقضي يومه برضو موطي على الارض، بيحرد ما ياخدش باله، انما الراعي بعد ما بيطلق الغنمات في البقايا الحصاد، في حته فيها نجيله، فيها اي حاجه كده، يقعد يعني هيقعد بيتامل. امبارح دي كانت جرداء، النهارده خضراء، بكره بتتحصد، بعده ايه، السماء كانت ايه، بقت ايه، الحر بقى ايه بتاع، رحنا للبرد ايه. هذا التامل للكون والفصول والتغيرات اللي بتحصل، يبدا الانسان يفكر ان ده لابد وراه مهندس كبير. يعني حد مشغل الحكايه دي. ولما يمر سنه وتيجي السنه الثانيه يعني يبتدي الانسان يقول لك مين اللي منظم هذه الاشياء، وابتدي يتامل. من هنا ياتي الاختلاء بالروح، ان ما يبقاش انت مع العيال، لا، بيبقى التامل له لغه بينك وبين نفسك. ما دام من الصغر تم هذا الحوار العميق بين الطفل وبين الطبيعه وبين الوجود، تاكد ان الحكايه دي مش هتعدي على خير. ومن هنا ابتدت بدايات الشعر. لا، هي بدايات الشعر، انت خلال ما انت ده كله، هذه القريه كل من فيها يغني. لان العمل فيها شاق جدا، يعني مثلا بتاع الشادوف قاعد يشد الشادوف، يعني لازم يصرخ. يصرخ طبعا، عيب الراجل الصعيد يصرخ. فيروح ايه، متداري في الغنى. فيقول ايه، يعني ايه، عاوز مثلا يقول دراعي، اه يا دراعي، عيب الراجل الصعيدي يقول اه يا دراعي مثلا. فيقول عيب عليا ان قلت انا يا دراعي، يعني ايه. بس في الاول قال عيب علي عشان يقول يا دراعي، هو عاوز يقول يا دراعي بس. فخدي من ده، عيب عليا ان قلت انا يا دراعي، ده كتر الهموم بتفكر الاوجاعي، انا ما تعبتش من جر الشادوف، لا، ده من كتر الهموم اللي انا شايلها. عيب عليا ان قلت انا يا دراعي، ده كتر الهموم بتفكر الاوجاعي. من غنى يعني صعايدة رجالة اللي بيزرعوا واللي بيحصدوا وبيرعوا الغنم، لغنى كمان الستات في الموالد الشعبية، في المناسبات. لا، مش الموالد الشعبية، في المناسبات. غناء النساء أرقى غناء عندنا في الصعيد، أرقى نصوص غنائية على الإطلاق. وتقارنيها بالشعر العربي القديم. يعني شوف الراجل بيقول أدع على أبويا ويميني مش عارف إيه، هي تقولش كده، تقول مثلا عاوزه توصف العروسه مثلا في ليله الحنه، او في تقول شبهت رقبتها. شوف البدايه، شبهت رقبتها بنخله في الصعيد، اذا هبهبت للرياح بيزينها الجريد، اللي هو شعرها. شوف وصف البنت. شبهت رقبتها بنخلة في العقب في الجبال، إذا هبهبت لرياح بيزينها الرطب. هل ده سبب تمسكك بالكلام البسيط، العامية المصرية، بعيدا عن الفصحى، رغم أن كان ليك بدايات ومحاولات في الفصحى؟ بس أنا عايز أقول لحضرتك، أنا بدأت شعر فصحى وظليت مدة، وبعدين ما رحت اقرا شعري لدول اللي كانوا معايا في المرعى بقى لما كبروا، وباجوا اللي فتح لهم، اللي فتح محل، اللي عمل يعني حاجه زي كده. رحت اقرا الشعر، فقامت جدار بيني وبينهم. حسيت ما فهموش لاول مره ان عينيهم بتقول عبد الرحمن مش هو عبد الرحمن. ففهمت، وليه كده عبد الرحمن، ايه الكلام الكبير ده، مجعلص يا عم، قول لنا كلام على جدنا. هو طبعا بيسمع شاعر الهلالية والغنى اللي كنا بنغنيه زمان، والغنى اللي كنا بنسمعه في الغيطان، متربي على نوع من الفن عظيم الشأن، ويحرك المشاعر ويثير الإعجاب. وبعدين انت جايبه له كلام، يعني ايه، عارفة زي ايه، زي اخواننا مثلا
الصحفيين والمبدعين اللي بيتكلموا في السياسة الآن في البرامج بيكلموا بعض. هل دي مشكلة من مشاكل اللي بيتكلموا في السياسة الأيام دي مشكلة من مشاكل المثقفين المصريين؟ اللغة اللي بتستعمل يعني في ناس شرفاء جدا وناس مهمين جدا لكن قارين في الكتب واخد بالك وتقريبا بيترجموا يعني هم بيتكلموا بيترجم نص أجنبي واخد بالك فلو قعد قصاده جاري ده اللي هنا لا يمكن لو حيفهم بيقول ايه ولا ليه ولا ان ده يخص فبيحاول يدور له على مسلسل او يدور له كل الجهد الليلي اللي بتعمله الفضائيات ده يعني انا مش عارف بيغيظ الاخوان ليه مثلا والاتجاهات السلفيه انه ما بيوصلش للناس اصلا فعلا رغم كل محاولات المتعلمين لشرائح من المتعلمين والشرائح دي مش مؤثره يعني ما قلناش حاجه بس انت اصحاب ال 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 اصحاب المصلحه الحقيقيه في الثوره هم الفلاحين والعمال والناس اللي طيب مين اللي وصل لهم بديل عن يعني ضيوف الفضائيات احنا المفروض نوصل لهم بيوصلوا لهم بتوع الديانه بتوع الكتب الصفراء يكلمهم كلام واقاصيص اللي صح واللي غلط واللي بتاع دول بيفهموه لانهم زي شاعر الربابه وزي بتاع الهلالي شفت اي من القنوات والبرامج الدينيه اللي حصل عليها كلام كتير في الفتره الاخيره لا لا لا, لا, لا انا ما بشوفهاش بصراحه لكن شفتها عند بعض الاخوه يعني اللي بيقدموا البرامج الليليه يعني زي محمود سعد زي ابراهيم عيسى زي لميس الحديدي زي اخواننا يعني ريم الناس بيجيبوا قطع من البرامج دي كلام الناس دي في برامجها ويحطوا انا استغرب ان في كائنات بهذا الشكل ما زالت موجوده في عصر النور وفي القرن ال21 واتعجب ولكن هؤلاء الناس بيأثروا تأثيرهم سلبي هم دول بيوصلوا للناس البسطة لأهالينا في الريف وفي القرى دول يوصلوا اشمعنى يوصلوا بالكلام ويوصلوا بالسلوك لأنهم موجودين في وسط الجماهير وإحنا مش موجودين في وسط الجماهير إحنا مرضى بميدان التحرير وبميادين وسط المدينة وبسرة المدينة إحنا مرضى بده يعني مع أن كلنا جايين من أرياف وكلنا جايين من بلدان صغيرة ولو عدنا إلى هذه الأماكن واشتغلنا في وسط الناس قد نوقص يعني وعيهم الكبير كفاية ميدان التحرير كفاية اعتصام كفاية تظاهرات لا يعني أنا ما قلتش كفاية لأن أيضا ميدان التحرير لو أنت سبتيه هياخد غيرك يعني في حراسة على ميدان التحرير لكن بدون جماهير لن تحقق يعني تقدما حقيقيا بالثورة الجماهير غايبة عن الصورة شوف أنا بتكلم تتكلمي أنت تبقى أنت الطليعة وأنا الجماهير أتكلم أنا أبقى أنا الطليعة وأنت الجماهير وأنا أكتفي ونروح وإحنا كده هناك يعني متهيألي يخافوا ما يغادروا ميادين منتصف المدينة لا الناس تنساهم ولا حاجة يعني في تجربة جات كويسة لبعض الإخوة من المثقفين إنهم خلال فترة الاستفتاء الماضي نزلوا وراحوا الصعيد الصعيد الذي يعني لا لم يزره أحد ولا نسمع عنه إلا في حوادث القطارات دي والحاجة الرهيبة اللي بتحصل للصعيد أنا مش عارف الصعيد دول محتملينكم إزاي يعني هم محتملينهم يعني ناس مصر خد بالك يعني الحاجة اللي تقدم يرموها لهم قطر اللي يقدم انت لو ركبتي اوتوبيسات الصعيد تحس انك في اوسط افريقيا لو ركبتي قطارات الصعيد اعجاز ان وصلت لحتة زي جنة او حاجة انا بتكلم على الدرجة الثالثة وحتى الثانية ولا الاولى الاولى في قطارات الصعيد زي الثالثة في قطارات البهوات ايه سبب اهمال الصعيد للدرجة دي ما هو يعني ايه ما ضاع حق وراءه مطالب والصعيدة ما بيدفعوش عن حقوقه وبتجي الانتخابات
شكل القبل الموجود بيخليهم ينتخبوا اللي يتفقوا عليه، وعادة ما يكون معادل الجماهير. خد بالك، فلان بيه وفلان باشا ولا لا لا لا. قبل كده كانت متقسمه تقريبا ده كده، الراجل ياخدها مننا، يعني يعني لا صله لكل اللي بنقوله بلحظات الاختيار. عشان كده بنفاجئ لما تظهر النتائج، بتفاجئي ان اكثر الناس فقرا هم اكثر الناس ضد مصلحتهم، لان وعيهم مسلوب مسروق منهم. ودي مهمتنا احنا، احنا إعادة الوعي الحقيقي للناس اللي سلب وعيها، ونحن لا نفعل ذلك، لأن حتى المخلصين فينا بعاد، يعني لغتنا بعيدة، أفكارنا بعيدة. ويعني مثلا حدش فينا حاول ينزل يعمل دراسة عن قرية مصرية مثلا، الأرض مثلا، علاقة الفلاح بالأرض. الناس بطلت تزرع، الناس هنا بطلت تزرع. أيوة، كان بيجيب جدح التجاوي الذرة مثلا، كان بيجيبوا سبعين قرش بسبعة قروش، وبعدين بسبعين، وبعدين بسبعة جنيه. دلوقتي ما يقدرش يشتري. الدكتور مرسي يقول خلاص شلنا البتاع الكلام، اوعى تصدقي حد فيه. حسن مبارك كان يقول شلنا برضو ديون الفلاحين، اوعى تصدقي فيه. واخد البالك؟ نفس السياسة؟ يعني لان كمان دايرة، يعني كم الفساد بعد الثورة اكثر بكثير من اللي كان موجود. yeah. لان الناس استغلت غياب السلطة، لأن ما في سلطة، فيش حكومة. في ناس قاعدة تاخد تستولي على مفصلات الدولة، واخد بالك؟ لا يهمها اللي جاع، ولا يهمها اللي اتعرى، ولا يهمها المديون. وكلها أيام، وهتحل الذكرى الثانية ل25 يناير، الذكرى الثانية للثورة. وحضرتك كنت بتتكلم على استمرار نفس السياسة، يمكن بفساد أكتر. والحقيقة ومن ضمن يعني الأمور السعيدة جدا في 2012 هي المربعات اللي بنصطبح بيها كل يوم الصبح. واحدة من مربعاتك قلت فيها السلطة تغري وتغري بنت لذيذة بنت اللذينة، أول يومين تمشي دغري، ثالث يوم تبيع المدينة. قبل ما دام قلت كده بقى، وزي ما أنت بتقولي على ذكرى 25 يناير، أيوه، في النهاردة ذكرى جميلة جدا اسمها ذكرى عبد الناصر، عيد ميلاده 95. فإحنا نذكر هذا الرجل، لأن هذا الرجل فيه كل اللا عيوب اللي ذكرناها كعيوب، يعني كل عيوبنا هذه القيادة الملهمة تجاوزتها. واخد البال ازاي؟ هقول لك ازاي. ده طلعوا فيه كل العيوب. ما هو اللي طلعوا فيه هم اللي مش عايزين ياكلوا الناس، ولا يكسوهم، ولا يخلوهم، ولا يعلموهم، ولا اي حاجه. عبد الناصر جانا لا نعلم من اين عشان يقود هذا الشعب. طب هقول لك حاجه، يعني المقياس. وقف قدام فلاح وحاول تشتمي عبد الناصر. شوفي مات له قد ايه بقى. حاول كده تشتمي عبد الناصر قدام فلاح، او تكلمي فلاح عن معيش، شوف حيشتم اللي مش عبد الناصر ازاي. جمال عبد الناصر من يمدحه يطلع خاسر، ويشبروا له ايام. يعيش جمال عبد الناصر، يعيش بصوته واحلامه في قلوب شعوب عبد الناصر. مش ناصري ولا كنت في يوم، بالذات في زمنه وفي حينه، لكن العفن وفساد الأم نساني حتى زنازينه في سجون جمال عبد الناصر. ازاي ينسينا الحاضر طعم الأصالة اللي في صوته؟ يعيش جمال عبد الناصر، يعيش جمال حتى في موته، ما هو مات فعاش عبد الناصر. اسمه جمال وجميل فعلا، ياما شفنا شجعان خوافة عظيم، وكان إنسان طبعا. المجد مش شغل صحافة، علشان ده عاش عبد الناصر. أعداؤه كرهوه، ودي نعمة من كرهه أعداؤه صادق. أعداؤه كرهوه، ودي نعمة
من كره أعدائه صادق في قلبه كان حاضن أمة ضمير وهمة ومبادئ ساكنين في صوت عبد الناصر. ملامحنا رجعت بعد غياب دلوقتي بس اللي فهمناه، لا كان حرامي ولا كذاب ولا نهبها مع اللي معاه. أنا بحكي عن عبد الناصر. عشنا الحياة وياه كالحلم، فلا فساد ولا رهن بلاد، يومها انتشينا ثقافة وعلم، وفي زمنه ما عشناش آحاد، كنا جموع في زمن ناصر. كان الأمل في خضرته بكر، مفيش لصوص للقوت والمال، ومصر أبطال ورجال فكر ومثقفين ستات ورجال، جيوش جمال عبد الناصر. كان الهلال في قلبه صليب، ولا شفنا حزازات في بلدنا، ولا شفنا ديب بيطار الديب، ولا جرس خاصم مدنا، وحدنا صوت عبد الناصر. دفعنا تمن الحرية بدم مش بدينار ودولار، يوم وقفته في المنشية خلى الرصاص يهرب من عار أعداء جمال عبد الناصر. رغم الحصار كنا أحرار، وفي الهزيمة الشعب ما جعش، كان اسمها بلد الثوار، وقرار زعيمها ما بيرجعش، قرار جمال عبد الناصر. خلى بلاده أعز بلاد ليها احترام في الكون مخصوص، لا شفنا وسط رجاله فساد ولا خطط سمسرة ولصوص، كان الجميع عبد الناصر. لولاه ما كنتوا اتعلمتوا ولا بقيتوا الدراكولا، ياللي انتوا زعماء وانجازكوا دخلتوا مصر الكوكاكولا، وبتشتموا في عبد الناصر. عمره ما جاع في زمانه فقير او ما التقاش دوا للعلة، دلوقتي لعبة اخطف طير والامة في خدمة شلة تكره جمال عبد الناصر. يتريقوا على طوابيره علشان فراخ الجمعية، شوفوا غيره دلوقتي وخيره، حتى الرغيف بقى أمنية، يرحم جمال عبد الناصر. فيه ناس بتنهب وتسوف لا يهمها من عاش أو مات، ورضا العدو عنا يخوف، معناه أكيد إننا أفوات من يوم ما مات عبد الناصر. الأرض رجعت للإقطاع وقالوا رجعت لأصحابها، وصاحبك الفلاح أهو جاع، ضاعت العقود واللي كتبها وخط إيد عبد الناصر. أنا أذكرك من غير ذكرى والناس بتفتكرك بخشوع، الأمس واليوم ده وبكرة يبكوك بعظمة مش بدموع، يكفى نقول عبد الناصر. دلوقتي رجعوا الفقراء خلاص سكنوا جحورهم من تاني، رحل معاك زمن الإخلاص، وجه زمن غير إنساني ماهوش زمن عبد الناصر. صحينا على زمن الألغاز يحكمنا فيه أهل الأعمال، وللعدو صدرنا الغاز بفرحة وبكل استهبال، نكاية في عبد الناصر. بنمدها بغاز الأجيال تحويشة الزمن القادم، اتوحشوا في جمع الأموال ورجعنا سادة وخوادم ضد اتجاه عبد الناصر. يا جمال نجيب زيك من فين؟ يا نار يا ثورة يا ندهة ناي، البوسطجي اللي اسمه حسين أبوك منين جابك؟ وإزاي عمل جمال عبد الناصر؟ لو هكتبك ما تساع أقلام ولا كلام غالي وأوراق، الأمر وما فيه أنا مشتاق، فقلت أمس عليك وأنام نومة جمال عبد الناصر. كان ليك تجربة مع الإخوان والسلفيين؟ أنا لما دخلت السجن حضرتك كان الإخوان محبوسين، وإحنا سجننا مجموعة كبيرة جيل الستينات، يعني أنا وسيد خميس وصلاح عيسى وجمال الغطاني وسيد حجاب
وناس يعني ياما وناس محترم، الاستاذ محمد العزبي بتاع الجمهوريه، ويعني من افاضل القوم، سجننا عشان لساننا طويل. عشان انا فجاه انا لقيت ايه، حطونا في عنبر كده في المزرعه، مزرعه الذره اللي فيها الاخوه الان. فجاه ايه، ناس طلعت فوق ظهر ناس ومسكوا السياخ الشبابيك اللي فوق دي. صحيح عبد الرحمن الابنودي معاكم؟ انا فينه؟ اهو لقينا علب السجاير بتتحدف علينا من الاخوان. يعني اقول لك مثلا، رصينا العلب بتاعت الاخوان المسلمين. التحيه ليا كاننا في فرح. تحيه، ما هما السجاير هي العمله الوحيده في السجن، فلما بيديلك علب السجاير يعني بيديلك امكانيه ان انت تروحي بيها الكانتين تشتري تعملي يعني. فيعني وفرحوا جدا ان هم شافوني، يعني مش فرحوا ان انا اتحبست. طب ايه السبب؟ يعني انت عارفه انا يعني فتى الامه المدلل. يعني انا اولا ماليش اهداف خاصه، ماليش طموحات فرديه، وبقول اللي بحس وبشعر بيه ها مهما كان الثمن. ويمكن يعني مثلا مربعك بتاع النهارده ما تقراه لنا يا خالد. ما تقريه انت. لا ما ينفعش. لا ينفع. في وجودك ما ينفعش. بيقول لك انا بالوطن مسكون وكلمتي حره، عارف حموت مسجون في السجن او بره. فانا هذا الرجل فعلا يعني مسجون. أنا بالوطن في السجن او بره. بالوطن مسكون. يسكن ان الوطن صحيح، الوطن عيلتي الاصليه. وشوفي اصل انا لا مال ولا جمال. يعني اللي خلاني محبوب كده الوطن وعلاقتي بالوطن، علاقتي بفكرة الوطن ومحبتي الوطن وكده. شبابا وشيبا كل الناس يعني معايا، ما تسألي كده وانت ماشي مثلا المنطقة بتاع أبو عطوة دي هتلاقي الناس كلها بجلاليب. أهل البلد كلهم دلونا في ثانية على هنا. قولي لهم يعني هم ما يعرفوش البيت، هم يعرفوا بس إن أنا موجود في الحتت دي. قولي له مثلا يعني تعرفوا مين من المثقفين، تعرفوا مين من، يقول لك عبد الرحمن ابنه هو بتاعنا. من ست ابوها نعم لفاطمه جنديل، لا يعني طبقات ورئات حضاره نعم ومعرفه وقيم بيوصلها عبد الرحمن الابنودي من خلال كتاباته، بيستلمها شباب جيل جديد نعم لون جديد، يمكن تفهمه يمكن ما تفهموش، بس فهمك ووصله لجيل يمكن اصغر منهم كمان. وانا بتكلم على فريق غنائي جديد اسمه كايروكي، وفوجئنا بيه بيغني احنا الشعب. احنا الشعب بتتغنى، هو ده جزء من قصيده الاحزان العاديه. ودي انا كتبتها في سنه 81. انت عارفه حلم الثوره ده لو قريتي شعري هتلاقيه في شعري كله، ورسمي للميادين، مش بس في كده، مش بس في الاحزان العاديه، في قصيده الجذر والمد. وصف كان اسمه مدلس معليه اللي هو كان اللي هو التحرير دلوقتي. التحرير كان اسمه مدلس معليه ايام سكنات الانجليز، ما كانت فيه جنب مكان الهيلتون ومبنى جامع الدول العربيه والحاجات دي والمتحف. فالمهم هتلاقي وصف ثوره 25 يناير في عدة أماكن في شعري. ودايما يعني إيه كان ده اللي يطمني، الاستشراف البعيد ده. يعني أنا مثلا كتبت ده في عز سطوة السادات، هو ده. وكنت بقول فيها مأساتنا إن الخونة بيموتوا بدون عقاب ولا قصاص، مأساتنا إن الخونة بيموتوا خلاص بدون مشانق في الساحات ولا رصاص. فيه في يعني في القصيدة بتاع الجذر، وحققت الايام اجزاء كامله من القصيده. ففوجئت بالجماعه، انا كنت معجب بيهم لانهم كانوا بيغنوا غنوه اسمها اثبت مكانك، من اجمل ما يكون. انت عارفه الميدان ده اعطانا لون من الغناء، يعني الامل معقود على انه يغير الاغنيه المصريه. من اول مثلا صوت الحريه بينادي، انت نزلت وقلت انا مش راجع. اولا انا ما اقدرش هنا انا اقول نزلت وقلت انا مش راجع، يعني لازم اللي يقول غنوه زي دي يكون احد ثوار الميدان. والشباب اللي نزلوا ما رجعوش، نزلت وقلت انا مش راجع، وهم جم في الاخر وخدوا حته من قصيده الميدان.
ادي مصرية سمرة ليها في التمييز، ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويل، طلع الشباب البديع قلبوا خريف ربيع وحققوا المعجزة، صحوا القتيل من القتل. اقتلني قتلي ما حيعيد دولتك تاني، بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني، دمي دول الربيع الاتنين بلون أخضر وببتسم من سعادتي ولا أحسان. وبعدين فوجئت بواحد عامل غنوة اسمها فلان الفلاني. والله العظيم يا مدام دينا، انا شوفي في حياتي، يعني شوفي شعر فؤاد حداد وصلاح جاهين وشعر حبصبور ولوركا وناظم حكمت واراجون وبابلو نيرودا والدنيا، احنا يعني قرينا شعر الدنيا كلها. ما في مره غيرت وحسيت ان عايز ده يبقى بتاعي، او قلت يا ريت انا اللي قلت دي. يا للدرجه دي الغنوه بتاع فلان الفلاني ده. فلان الفلاني اللي كان يومها جنبي سعد لما بدأوا في ضرب الرصاص، فلان الفلاني اللي معرفش اسمه فدايما بقول يا ابن عمي وخلاص. وفيما بعد جاني مع كايروكي، واخد بالك، وكتبت له قصيده، قلت له تعالى كتبت لك قصيده عشان تقول، ما جاش. هو طبعا يعني عارف انه يعني ايه، ان هم يعني عارفين سكتهم الناس. هم بس فاجئوني بالغنوه دي بالاحزان العاديه سموها احنا الشعب، واجوني هنا مع الاخت ريم ماجد سجلنا برنامج وجابتهم لي. وريم من المتحمسين لهذا اللون من الغناء، يعني اسمحي لي احييها برضه. طبعا كلنا بنحييها على برنامجك، يعني ما تتخيرش طبعاً. تتخيروش عن بعض انتوا. يعني انا كنت سعيد كمان بتجربه علي الحجار لما غنى ضحكة المساجين لعلاء عبد الفتاح، الجزء الاول والثاني، وهو عملها على 3 اجزاء وجريء، يعني اني غنى حاجات يعني الناس اللي نشرتها كانت يعني متقلقله، فهو طالع يغنيها على البشر يعني. وفعلا علي الحجار شجاع وراجل، وبعدين مغني 3/4 غناء وطني، يعني الى جانب طبعا الغناء بتاع المسلسلات اللي عملناه انا وعمار رحمه الله عليه. عمار كمان رحيله يعني مؤذي، 40 يوم مروا على رحيله. ازاي يعني حاسس؟ كلمني قبل ما يغيب، يعني قبل ما يبقى مش بيكلم حد، مكالمة طويلة. أنا كنت غبي شوية في موضوع عمار. ليه؟ لأني قوة عمار وقوة تواجده في حياتنا ما خلتنيش على الإطلاق أتخيل إنه ممكن يرحم. فبقى هو يقول لي عيان، وأنا أتعامل مع عيان زي عيانة كده اللي بنعياه كل يوم يعني. هو طبعا كان عامل قبل كده عمليات فتح قلب وشجاع وعملها وعبرت. وبعدين يقول لي اصل انا ما بنامش، وبعدين يقول يعني انا بنام والمنومات مش راضيه تعمل حاجه، وبعدين يقول اصل كنت في المستشفى بشيل الميه من على الرئه. ميه ايه يا عمار وكلام ايه؟ يقول لي ما هو يعني ضعف عضله القلب بيعمل ميه. فانا كنت عامل 4 دعامات كده في المركز الطبي العالمي، ففاهم ان زي كده يعني العملية كده. وبعدين في ليلة اللي هو قبل ما يتوفى تقريبا باسبوع، هو عادة بيكلمني من 8 لـ9 لـ10 لان عارف ان انا عيان بنام. يوم اكلمني بعد 12 كده. بعد 12؟ يا عبد الرحمن صاحي؟ قلت له ايه اللي مصحيك انت؟ احنا كان بينا قطيعة طويلة جدا. وكانت مؤلمة لينا احنا 22 سنة. كانت مؤلمة لينا. ندمت عليهم دلوقتي؟ نعم. ندمت؟ لا، احنا كنا ندمانين حتى اثنائهم يعني، اثناء القطيعة. وجاني هنا هو ومع الاخ محمود سعد وعلي الحجار، يعني قضينا يوم ويحمل كده اعتذار خفي يعني، واخد بالك، ونفض للحاجة العيال اللي عملناها دي. لان علاقتنا كبيرة. علاقتنا مش قال لك ايه لما اكلمك وشاعره. ما هقول لك اهو.
وبدأ يتكلم عن والدته وعن طفولته، حاجات أنا أعرفها وحاجات ما أعرفهاش، وبعدين عن المدرسة وهو كفيف وطفل، وعن صديقه إبراهيم، محمد إبراهيم اللي هو صديقنا المترجم الكبير يعني وصديق عمره. وبعدين فجأة تذكر الأشياء اللي عملناها مع بعض، قعد يقول لي عن نديم، يقول لي أنا بظن إن أحسن حاجات عملتهم في حياتي هو على كتف صاحبي بتكي، والحزن محوطكي وهمك تعبك وليه مش قادرة تبكي. دلوقتي بفكر ليه تذكر الحاجات دي، لأني فعلا انهم وبعدين مثلا على كتف صاحبي بتكي وببكي لو جوايا دمع ينبكي، انا ما فرحت الا بكي ولا بكيت الا وكل الكون بكي، وحياتي مشوار الرحيل منك لكي، يا طيبة يا أسية القلب في سكتك حتى العذاب يتحب، ما قولش غير ليا وليك يا رب، لا تشتكي مني ولا اشتكي، يكفاني ما بيا ويكفى ما بكي. الله. وقعد يقول الحاجات دي وقال لي ابو العلا البشري وبعدين قال لي الحاجات اللي عملناها الوردة قبل النهاردة، وطبعا احبابه وبلد الحبايب، وغنوة كمان بيحبها عملها المدحت صالح، مش مشهورة قوي بس اسمها وردة العرب برضو. وقعد يقلب والبريء الدم اللي في ايديا بالليل يندى عليا ويقول لي قتلت مين. وبعدين ايه بتاع لغايه ايه، قلت له انت بتتاوب يا عمار؟ قال لي طب تصبح على خير. دي كانت اخر مكالمه. التاوب التاوب كده، قلت له الله انت بتتاوب؟ قال لي طب تصبح على خير. وبعد يومين سمعت ان الحاله وحشه قوي، قلت يا اخوانا ده غير لسه كان بيكلمني كنا كويسين قوي. شايف ان دي مكالمه الوداع؟ وداع. بيودع. وداع كبير، وداع كبير جدا. ربنا يرحمه. لو النهارده ليك فرصه انك تقول له كلمه وهو يسمعها، تقول له ايه؟ هقول له احنا يعني على نفس الخطى. هقول له ايه؟ هقول له العالم بايخ زي ما انت سبته وانت استريحت واحنا لسه ما استريحناش، وان لما مصر بتمر عليها مآسي وبتمر عليها اشياء والفرح صار قليل جدا، احنا كنا نضحك نزلزل العمارة اللي كان ساكن فيها عمار. دلوقتي ما حدش بيضحك، الناس يعني في حالة يعني من خيبة الأمل والكآبة والإحساس بالإحباط لم يروه يعني طوال مدة. أنا في أيام النكسة اللي كانت الناس دي ما بتبتسمش أبدا والدنيا ضلمة قوي، كنت بقول أبدا بلدنا للنهار، بتحب موال النهار لما يعدي في الضروب ويغني قدام كل ده. إنما هنا مش قادر أقول، مش قادر اقول للدرجه دي. يعني حاله شايف نور في النهايه. لا ما اقدرش اقول مش شايف نور، لاني لازم نور. ولابد الباطل هيتكسر مهما لبس من ارضيه، انما انا عارف ان بيننا وبين الفجر منطقه دماء، يعني اتمنى يعني ان ربنا يغيثنا منها. وبلدنا عالتراب تغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها، يا هل ترى الليل الحزين هابوا النجوم الدبلانين، هابوا الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها الصباح ابو شمس بترش الحنين. الستات ما يعرفوش يكذبوا، مع المستشارة تهاني الجبالي. بعيدا عن القضاء والسياسة تتحدث عن المرأة المصرية، سنوات في عشق الوطن. الستات ما يعرفوش يكذبوا، مع المستشارة تهاني الجبالي.
فقط على سي بي سي. اليوم الساعة الرابعة مساء على قناة سي بي سي. هذا البرنامج برعاية راسك لحتى طول ما انك عايشة. فاطمة ان شاء الله ما تكوني ندمتي لانك وثقتي بكريم. بدي منك ما تستسلمي وتوقفي بوش كل حدا بده يستغلك ويأذيكي. كل أزمة وبتمر بطمن وراح نتخطاها. انا بحبك، بحبك كتير. فاطمة الجزء الثاني بدءا من 9 فبراير على قناة سي بي سي. مرحب بكم من جديد مشاهدينا، وما زلنا في حضرة الخال عبد الرحمن الأبنودي، وتنضم إلينا شريكة العمر، شريكة الكفاح والرحلة الطويلة الجميلة، الإعلامية الكبيرة الأستاذة نهال كمال، رئيسة التلفزيون السابقة. أهلا بك يا فندم. أهلا يا دينا، منورانا النهاردة. ده نور حضرتك، وحشتينا جدا جدا جدا. الله يخليك. إيه كل الغيبة الطويلة دي؟ لا، ما هو كل في مرحلة بقى وليها متطلباتها يعني. فأنا دلوقتي يعني أغلب وقتي ببقى مع عبد الرحمن، وأنا سعيدة بالوقت ده. الحمد يعني لله. مرحلة الضبعية دلوقتي؟ مرحلة الضبعية. القرية الآمنة المطمئنة. الله، أنا بحبها جدا. صحيح كنت زمان يعني إيه عندي تحفظات على الضبعية وكنتش حاسة بيها، بس لما عشت بقى يعني وقت أكتر، لا فعلا بقيت أستغرب نفسي لما بقى في القاهرة. الخال كان بيحكي لنا قبل ما نبتدي في التصوير يعني مراحل إقناعك بالضبعية. أيوة صح. وإزاي كان في رفض في البداية إلى أن تم الإقناع والحمد لله. الحكاية كانت صعبة يا خال؟ هي نهال صعبة. كده يعني من أولها. يعني عشان تطبعي الصعيد يعني جواني مع اسكندرية، وعشان البيئة اللي حكيت لك عنها من الراعي للحصاد لغيره، ويعني بنت الناس اللي أكلت وشربت بدون تعب وبين الصمارة. هو ده هجوم ده ولا مدح ولا ايه؟ لا لا، ده تطبيع، بتكلم على التطبيع. وبين الصمار وبين البياض، بين التكوين الخاصة وبين يعني، عشان ده يعني يحصل أولا فيه إعجاز، ثانيا يعني يدلك لولا أن فيه حوافز شديدة جدا عند الطرفين ما كانش ممكن كل واحد يتخلى من عن أشياء وكلام من ده عشان نوصل في النهاية لهذه النقطة. يعني هو برضو بيتكلم عن شكليات، إنما هو الأساس الجوهر. أكيد. يعني في أرضية مشتركة، في جوهر مشترك بيننا. إيه فده قناعاتنا في الحياة عموما. يعني اللي أنا أحبه هو اللي يحبه، إحساسنا بالمعاني الكبيرة قوي. يعني إن إحنا نبقى مهم عندنا أن يبقى في عدل في الحياة، دي حاجة أساسية. مهم إن إحنا نبقى متعاطفين مع المظلوم. يعني في حاجات إنسانية كده أعتقد إحنا بنتفق مش مدى الشبع. يعني القناعة. أيوة هي دي. يعني ما فيش، شوف أنا أقول الشبع هي القناعة. لسه التطبيع. لا لسه التطبيع ما يعني ما إيه ما هو برضو هو الشاعر اللي جاي التلقائي. أنا برضو لازم الكلام يعني عارفة بعد ما أخد بالي من الكلام أقوله إزاي. مش هو لا، الكلمة من قلبه بتطلع على طول، أنا لا يعني مش. بس أكيد يعني التطبيع ده والمزج ده، بس ربنا يكفينا شر التطبيع طبعا. يعني أدى في النهاية لا تجربة فريدة. هي تجربة فريدة اللي هي الحياة، واللي هي نور وآية طبعا. نور وآية أكيد واخدين من الجانبين، من نهال كمال ومن عبد الرحمن الأبنودي. بتشوفي ده واخدين من نهال الحرص وال واخد بالك، والأناقة وال يعني ايه التعفف، واخدين مننا محبة الحياة ومحبة البشر، ويعني
التركيبة يعني السيدة المصرية والأم المصرية والإعلامية يمكن كمان المصرية اللي وصلت في جزء مهم ومحطة مهمة في مشوارها المهني أنها تكون رئيسة للتلفزيون المصري مع الشاعر شاعر العامية اللي بيمس قلوب وعقول المصريين. أكيد بيكون في تحفظات نصايح مشاكل مع المربعات اليومية المتابعة لألمنا وأملنا وأحلامنا وخيبة أملنا أحيانا وفرحتنا أحيانا. ملاحظاتك بتكون إيه على الخال؟ لا هقول لك حاجة, إحنا يعني إحنا هنا في الضبعية بس عايشين لحظة بلحظة اللي بيحصل في القاهرة اللي بيحصل في مصر كلها. المربع كل يوم لما بيتنشر كل يوم أنا بيبقى لي تعليق عن المربع, في يوم أقول له آه كويس, في يوم أقول له النهارده هيعمل ضجه, في يوم اقول له يعني انا مش عاجبني مثلا, يعني في يوم قلت له ما حصلش تاني مش عايزين ده تاني لا يعني في بس امبارح في لما انا في حاجات انا عندي تحفظ لما الكلام اللي يبقى يعني في جرأة شويه او زياده عن سجاجه قصدك يعني مش عارفه بقى تسميها بقى زي ما انت عايز, لكن يعني برضو طريقه التربيه مختلفه, فهو ساعات يجيب الكلام اللي هي بقى يعني اللي هو بقى من الايه من الارض يعني من تحت قوي, فانا ساعات اقول له لا انا متحفظه يعني على الكلام ده وما احبش يعني ما حتى لو كان المربع كويس بس انا ما بحبش الالفاظ دي. طب هنسمع ايه بقى من المربعات؟ انا اقول لك انا جمعت لك شويه مربعات كده بقول لهم نفسكم تكممونا والوطن يسكن سكاته مش هنسكت فاقتلونا ما احنا شغله من اللي ماتوا. الله. وعندهم بلطجيه غير النوع اللي كان بيضربوا بهمجيه ويجروا يلبوا الاذان. وعجب لان يعني اللي حصل في حول قصر الاتحاديه والحاجات دي يعني هذا العنف يعني مصر ما تعرفوش يعني العنف السياسي الميليشيات دي يعني في ناس خايفين من بوادر حرب اهليه, تفتكر ان احنا ممكن نوصل لده؟ لا احنا هنوصل لحرب اهليه بس هو لا شك ان هيحصل ارتطامات كثيره جدا بس جداً. مصر متحضره وعندها حدود فاصله وعندها يعني خطوط انتهاء تقف عندها. خلوا ايامها حبر الخايبين بالثلث, خلوا ايامها حبر الخايبين بالثلث من غرقوها في شبر هيرجعوا الاندلس. اللي يقولوا السلف تلف ناس حاقده واخده على الاستكانه, احنا اقتصادنا ولينا الشرف نص استدانه ونص اعانه. هو بايدين عاريه حمى الثوره وحط روحه جوه حنك الديب, وانت اللي جيت له ضيف على الفكره دلوقتي جاي تتهمه بالتخريب. مش بس اقباط بلدنا اللي بقوا خايفين ولا هم بس اللي شدوا رحال للخارج, الخوف سرى في عروق المسلمين رخرين. مين اللي بدل مداخل مصر بمخارج؟ مش كانوا كنا بنقول ادخلوها بالسلام من امنين؟ وده اللي انت قلتيه, السلطه تغري وتغري لذيذه بنت اللذينه, اول يومين تمشي دغري ثالث يوم تبيع المدينه. هيبيعوا المدينه؟ هم بيحاولوا يعني بس مصر المحروسه الشعب تبقى محاولات اسمها المحروسه اسمها المحروسه وتلفزيون مصر المحروسه تلفزيون بلدنا مسبيرو. ازاي شايفه الحال والاحوال وهل ممكن تفكري ترجعي مره تانية؟ شوفي يعني انا اوريدي انا مستشار دلوقتي بس هي المشكله مش كده, هو التلفزيون المصري هو تلفزيون الشعب زي ما بيقولوا, احنا تربينا في وقت انه تلفزيون مصري ده كان هو المبنى اللي له الهيبه, الاعلام المصري هو التلفزيون والوحيد المصري. والوحيد اللي كان في المنطقه العربيه يمكن كلها هو التلفزيون في العالم العربي, فهو له يعني له وضعه. صحيح هو بيمر دلوقتي بكبوه بيمر بازمه لكن انا متاكده انه الوقت ده يعني هيعدي ينفع زي ما يعني في وقت من الاوقات التلفزيون كان منافس في فتره من الفترات صحيح انه اي فتره تحديدا
في فترة سابقة يعني. أنا مش عايزة أتكلم بتحديد، لكن إيه إنه في فترة التلفزيون قدر ينافس، ولكن كانت العقلية عقلية القطاع الخاص. يعني مثلا لم أخذ أيوة. أنا مش بحب أتكلم بتحديد. أنا أحب أتكلم عن أسامة الشيخ وأوجه له كل التحية زي ما كل شرفاء مصر يعني وقفوا مع أسامة الشيخ. أسامة الشيخ ايه بقى كلمينا، لا يعني إيه هو زنبه؟ يعني لا مش كده، هو طبعا فكر بعقلية القطاع الخاص فاصطدم باللوائح والقوانين اللي موجودة في التلفزيون، انه اللي يحاول انه يعمل حاجة عشان شايف ان دي هتجيب ربح او هتنافس وجابت فعلا بملايين، لا يدخل بقى في سين وجيم عشان انه كسر اللوائح، وان ده يعني يدخل في موضوع سين وجيم واكتر من سنة ونص سجن وعومل كأنه مؤخر. الفلوس اللي جابها للدولة دي كأنه حطها في جيمه. طيب قبل ما نختتم يعني لقائنا، هل ممكن انه الكوارث تتحول الى احزان عادية تعدي علينا كل يوم وكل يوم ونعتادها في النهاية؟ لا لا، يعني احنا مش هنعتادها، احنا يعني سلوك ناس البدرشين وال والحوامدية وكده ده كان رفض يعني هذا السلوك والمقاومة للحزن وللكارثة والبتاع ده نوع من المقاومة نوع من الرفض. هل هيجبر مديري شؤون البلاد ان هم يحسنوا الإدارة؟ لا لا، من يجعب مديري شؤون البلاد مهتمين بأمورهم هم، مهتمين بالاستيلاء على مواقع الدولة ولا حاسين. يعني أنا ما شفتش يعني كل يوم الفقير يفقد رغيف من قوته، فما لا ينظرون إلى الناس، مع أن الفكرة الدينية دي أساسها الفقراء وأساسها الغلابة وأساسها الناس، أساسها التراحم وأساسها العطف على الناس، دي مش موجودة خالص. وطلع أن احنا لفنديات اللي بيقولوا علينا أن احنا علمانيين وكافرين وملحدين وأشرار وبتاع، طلع احنا اللي بنحب الفقراء واحنا اللي بنخاف عليهم واحنا اللي بننبح صوتنا من أجلهم. لا بس في حاجة برضو محزنة، معلش أنا عايزة أقولها، المسألة القطر اللي جابوه وإنه اللي بيقعد فيه مش عارفة ستة المعاملة الإهانة الإهانة اللي حصلت طيب ما هو يعني إهانة الأرفف كمان زي ما قال عدد كبير من الناس طول عمرنا بنقعد على الأرفف بس كانت تراب يعني كان أنت عشان تيجي من جنة مثلا لغاية هنا تقعدي لك مثلا 11-12 ساعة في القطر، كان اللي يحجز له في الرف ده يعني ملك قاعد بقى كده مكوع وعمال يتفرج على النمل اللي تحت. انما المعامله اللي عومل بيها واللي حكوها الولاد في البتاع للعساكر الولاد اللي رايحه، وان الست قاعدين على كرسي وان اللي ينام يضرب بالعصايه وانه اللي عايز يروح التواليت ممنوع، ما فيش تواليت، ممنوع تدخن سجارة، ممنوع تشرب كوبايه، يعني هذا التسلط ومعامله العبيد كانهم انا عرفت ليه دول بيضربونا في المظاهرات، لان يعني شوفي بيخلقوهم من اول فين، يأدوا بيهم انهم يعني لا يؤمنوا بالحياه، يعني يكفروا بالحياه. فاي ما يقولوا له ما عندي يعني يطلع كل الغل اللي حكى عنه الولاد امبارح ده، يعني غلب وذل ومهانة. ابراهيم عيسى سماه قطار العبيد. وفي عربيات برضو العبيد، طبعا اعتذرنا وتقدرنا ليهم يعني، ولكن يعني ابراهيم عيسى سماهم كده من كتر المعامله السيئه اللي بيتعاملوها، ولكن عربيات الامن المركزي، عربيات المجندين، اطارات المجندين، واستهانه فظيعه بحياتهم. عربيات الامن المركزي دي وهي طبعا مغلقه عليهم، وشوفي الشبابيك اللي قد كده اللي كانوا ياخدونا لما كان نعتقل نروح القلعه ولا حاجه، كان ياخدونا في عربيات زي دي. دول قاعدين زي المعتقلين، دول معتقلين دائما. وبعدين في الشمس العربية قاعدة تصب يعني نيران جهنم فوق رؤوسهم، ودول قاعدين يعني ممكن يموتوا جوه العربية ولا رحمة. بيفكروك بأحمد سبع الليل؟ أحمد سبع الليل أنت بتفكريني بالبريء. والله يا عمار في مكالمته الأخيرة هو بيكلمني عن البريء ده. قول لي إزاي عملناه؟ أصل أنا أقنعته، قلت له قال لي حجيب علي الحجار. أرجو بس إن علي ما يزعلش. فقال لي حجيب علي. قلت له علي معروف إنه علي. يعني ده يبقى اللي بيغني علي الحجار مش أحمد سبع الليل. أنا عايزك أنت تغني ده. طب إيه رأيك نختتم لقائنا بأحزان عادية؟ نقول الأحزان العادية. جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة الأحزان العادية.
وفجأة هجمت على الميدان من كل جهات المدن الخرصة ألوف شبان زحفين يسألوا عن موت الفجر. استنوا الفجر، ورا الفجر، أن القتل يكف، أن القبضة تخف. ولذلك خرجوا يطالبوا بالقبض على القبضة وتقديم الكف. الدم الدم قلب الميدان وعدل، وكأنه دن نحاس مسحور. أنا عندي فكرة عن مدن يكرهها النور والجبر اللي يبات مش مسرور. عندي فكرة عن العار وميلاد النار والسجن في قلبي مش على رسم السور. قلت له لا أبي أنا آسف، بلدي بربيع وصباح، لسه في صوتي صهيل الينابيع، لسه في قلبي هديل المصباح، لسه العالم حي رايح جاي بيفرق بين الدكنة وبين الضي. بلدي مهما تتضيع مش هتضيع، مضايع اللمدان وسيع يسع خيول الجميع، يقدم المقدام ويفرسن الفارس ويترك الشجاعة للشجيع. ولا بعرف ابكي اصحابي غير في الليل، انا اللي واخد على القمر ومكلمه اطنان من الشهور، وعلى النظر من خلف قوة في سور، واللي قتلني ما ظهر له دليل. وفي ليلة التشييع كان القمر غافل ما جاش، والنجم كان حافل لبطل الرقصة ولا الارتعاش. اتقفل الباب وتخطفوني الأحباب، ده يغسل ده يكفن ده يعجن كف تراب. وانا كنت موصي لا تحملني الا كتوف اخوان اكلوا على اخوان، وما بينهمش لا خيانة ولا خوان، والا نعشي ما حينفتش من الباب. ما اجمل نومة على كتوف اصحابك، تنظر صادقك من كدابك، تبحث عن صاحب انبى الوش في الزمن الغش، والرؤية قصادي اتسعت. بصيت وحاسد نفسي بين خلاني، تعالوا شوفوا الدنيا من مكاني، حشتنا أغراض الحياة عن النظر، بالرغم من نبل الألم والانتظار اتعلمنا حاجات أقلها الحذر، ونمنا سنوات مدهشة نحلب ليالي حلمنا المنتظر. وامتلأت الأسواق بالمواكب تبيع صديد الوهم والمراكب، وفرشة بالوطن على الرصيف بالفكر والجياع وبالكواكب ومزلة الرغيف. شوية فات سقراط مسلسلينه من القدم للباط، ومتهم باليأس والإحباط وبالعدم وبالزنا وباللواط وبكل كافة التهم، وهو عابر للجحيم على الصراط، ينظر على الشعب التعيس ويبتسم إلى الجحيم للفلسفة. دنيا لا كانت يوم ولا حتكون في يوم كويسة، دنيا في هيئة خنفسة، دنيا فسة. ما أتعس الإنسان ما أسعد الحيوان. وعبر وصف من الزواني وراه متلطخين بالبدرة والمعاجين، حصرين غطاوي الروس بطونهم عريانين، بيغنوا طوبة لضحكة المساجين، وعيال عراية تفيض بها الطرقات من القرى ومن المقاطعات، أطفال في لون الجوع صوت النفس مسموع، أطفال شبه وضلوع. أما أنا فاتسعت الرؤية وبصيت للمسا وللنسايم المنعسة وللحياة المتعسة، وقلت ورا سقراط دنيا في هيئة خنفسة، دنيا فسة. ما أتعس الإنسان ما أسعد الحيوان. قبل مروري على بعض مكان كنت موصي يم وأفوت، هجمت من حارة مجموعة نسوان، رجعوا بالصوت قالوا يا عبد الرحمن وعرفت تموت،
وتفوت الشعب العار المتهان في المدن اللي ما عداش منها ريحة إنسان، أنا مت ومش منظر لي جواب، متحصن بكتوف الأصحاب ولذلك فت. لكن لما عبر نعشي بحر الموكب اتهيأ لي سمعت ما بين الصوت المتركب صوت فاطنة أخت الحزنان بيزاحم كل الأصوات والأحزان، واتذكرت صورتها في زواني سقراط ومناحة النسوان حمامة نوح مدبوحة فوق الكوم الحزنان. عز عليا اني ما اديتهاش بال مع انها صاحبة افضال كانت تداويني من طعن الحكام والبرد، وكانت تنصحني بعدم السير في قعر الوادي الوعر ولو انها كانت معترفالي في عبور الوديان. عند التربة قعد المقرئ أوصاني واداني كتابي بيماني، قال لي لو جولك ملكان قول أنا عبد الله مش عبد الرحمن، ودعالي في لحظة ما يقوم للعدل ميزان ينوبني شيء من العفو وبعض الغفران، وفي لحظة ما أنا متزحلق في قماش الأبيض من جوف القبر اتقدم ضابط وتعرض قبض على الجثة طلب الأوراق مزع الأكفان عدل الوش وقف وركلني وقلب لقم شديد حتى في الموت بتغش شيلوه، ولقيت نفسي والعربية داخلة القلعة. كانت الدنيا ضجيج والشمس نيران ولعة، قوم يا إنسان. أنا قلت أنا عبد الله مش عبد الرحمن زي ما أوصاني الشيخ، قال لي عندي أوراق تثبت إنك مش مرتاح أمرك فاح، ولقيت نفسي محاصر تاني وتحت الرجلين. قلت لنفسي وبعدين راح تفضل كده لمتى يا غلبان؟ ايه باقي ايه؟ بتداري ايه؟ ايه باقي عشان تبقي عليه؟ وطنك متباع، سرك متزاع، الدنيا حويطه وانت بتاع، ويهين المعنى الظابط ويدوس بالجزمه على الحلم، ربنا رازقه بجهل غنيه عن كل العلم. ماذا تعني بالكون يا يساعك يا يسعني؟ رد يا جربان يا ابن الوسخة يا كلب، أظنك هتقول لي تاني الشعب وصفعني وتنى على بطني بالكعب. يا سعادة البيه وأنا ليه أو ليا في العمال إيه؟ مدغور الدنيا والعمال تضيع. يا صاحب هذا المبنى الموروث ظل جدودك في الجدران مغروس، أنت السلطان وأنا المملوك، أنت السجان وأنا الممسوك، أنت المنصور وأنا المسفوك، أنا الصعلوك وأنت الصعلوك، يقدر يتجاسر على السلطان اللي في إيده بدل البرهان مليون برهان. رفع الهدب، ما هو برضه دول يفهموا في الكذب. أول ما اتلفت جه غرس الجزمة في قورتي، جه تعهد بركني على الأسفلت، ولقيت نفسي محاصر تاني وتحت الرجلين. قلت لنفسي وبعدين راح تفضل كده لمتى يا غلبان؟ ما لقيتش الراحة في الموت، يمكن تلاقيها ورا القضبان. اتطلعت على السجن، على الأرض، على البطاطين، على الشباك وعلى الجدران، على الموقف كله، على السجن وعلى السجان، ولقيتني طول عمري كنت كده، كلب محاصر متهان منبوذ جربان، وأنا يا ابن الحلم اللي ملهش أوان، معروف عش في قلب البستان، معروف صوتي في زمن الأحزان وفي أي زمان. واتذكرت سنة ما اتبنت القلعة وكنت أنا أول مسجون، وكان الضابط ده أول سجان، يوم ما صفعني نفس الصفعة نفس طريقة الركل، وآخر الليل جانب دم أصحابي في الأكل. استأذنت أرتب أقوالي، اتقفل الباب واتفتح الباب وخلاص. يا عم الظابط انت كذاب واللي بعتك كذاب، مش بالذل هشوفكم غير او استرجع منكم خير، انتوا كلاب الحاكم واحنا الطير، انتوا التوجيف واحنا السير، انتوا لصوص القوت واحنا بنبني بيوت، احنا الصوت ساعة ما تحبوا الدنيا سكوت، احنا شعبين شعبين شعبين، شوف الاول فين والتاني فين، وادي الخط ما بين الاتنين بيفوت، انتوا بعت الارض بفاسها بناسها، بانت وش وظهر بطن وصدر، ماتت
والريحة سبقت طلعت أنفاسها، وإحنا ولاد الكلب الشعب، إحنا بتوع الأجمل وطريقه الصعب والضرب بوز الجزمة وبسن الكعب، لكن انتوا خلقكم سيد الملك جاهزين للملك، ايدكم نعمت من طول ما بتفتل وبتفتل ليالينا الحلك، انتوا الترك واحنا الهلك، سواها بحكمته صاحب الملك، انا المطحون المسجون اللي تاريخي مركون، وانت جلاوون وابن طالون ونابليون، الزنزانة دي مبنية قبل الكون، يا عم الضابط احبسني، رأينا خلف خلاف، سففني الحنظل وتعسني، رأينا خلف خلاف، احبسني او اطلقني وادهسني، رأينا خلف خلاف، واذا كنت لوحدي دلوقت بكرة مع الوقت حزور الزنزانة دي اجيال، واكيد فيه جيل اوصافه غير نفس الاوصاف، ان شاف يوعى وان وعي ما يخاف، انتوا الخونة حتى لو خني ظني، خد مفاتيح سجنك وياك واترك لي وطني، وطني غير وطنك، ومشي قلت لنفسي ما خدمك إلا من سجنك. الله، أنا في النهاية بشكرك شكرا جزيلا مشاعرنا الكبير وأستاذنا الخال عبد الرحمن الأبنودي، وبتأكيد بشكرك شكرا جزيلا أستاذة نهال كمال، وربنا يخليك ولينا منورين مصر ومنورين الضبعية. أنا سعداء والله، يعني النهاردة أنتوا نورتوا الدنيا وأنت ليكي معزة خاصة عندنا وعند الشعب المصري، ربنا يوفقك. بشكرك جدا يا دينا، وبعدين فعلا انت نموذج من نماذج المذيعات المحترمات، ربنا يخليكي، اللي بيدفعوا ثمن مواقفكم، فانا يعني سعيده جدا بلقائك النهارده. شكرا جزيلا، شكرا، اشكركم مشاهدينا، ونلقاكم بكره باذن الله.